الحقيقة أنا ما تعاطفتش مع المريض ولا تعاطفت مع الدكتور، أنا قلت له رأيي بما يرضي الله. لازم نعرف حقوق المريض إيه وحقوق الدكتور إيه، وبعد كده نشوف إن الموضوع مستاهل إننا نشتكي ولا لأ. أنت من حقك نمرة واحد تختار الدكتور بتاعك وتتأكد من شهاداته إنه يعني ده راجل كويس ومحترم وفعلا دكتور أخصائي أو استشاري، تبقى عارف هتعمل العملية فين، في مكان كويس ومع رخصة ومش حاجة تحت السلم ولا حاجة مضروبة في العيادة. المساعدين والتخدير يعني الدكتور خد كافة الإحتياطات، عمل التحاليل اللازمة، عمل الأشعاعات اللازمة، خد قرار بالعملية، والعملية دي مكتوبة وموصوفة ومعروفة، والدكتور شافك وتابعك وطمن عليك. وحصل بقى مشكلة، هنا بقى لازم نقف ونراجع نفسنا، الحاجات اللي فاتت دي كلها صح؟ تعالى يا دكتور، المشكلة دي موجودة ومكتوبة في الكتب ولا لا؟ بتحصل في أمريكا وإنجلترا وألمانيا ولا لا؟ دي نمرة واحد. بتحصل، يبقى دي حاجة موجودة ولها نسبة معترف بيها عالميا، مش من حقك تشتكي الدكتور. طيب المشكلة لا مش موجودة وحاجة ما حصلتش قبل كده، أو العملية ما كانتش موصوفة والدكتور هو اللي افتكس عملية من دماغه، في الحالة دي، أو حصلت مشكلة واتصلت بالدكتور والدكتور ما رجعلكش وما خدش الاهتمام الكافي وما خدش استشارة من زمايله، وي وي وي، يعني لو في تقصير أو إهمال أو حاجة ما حصلتش قبل كده، في الحالة دي الوحيدة اللي ممكن اشتكي الدكتور. وفي هذه الحالة مش مفروض ان الدكتور يروح يتحبس ولا يتحجز في نيابه ولا الكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه احيانا في مصر، دي الدوله الوحيده في العالم اللي بتعمل الكلام الفاضي ده. المفروض ان الشكوى بتترفع للنقابه، والنقابه هي اللي بتشكل لجنه من اساتذه في نفس تخصص الدكتور او دكاتره استشاريين من نفس تخصص الدكتور اكبر منه سنا، مش اكبر سنا شياكه، لا اكبر سنا عشان الخبره، ويشوفوا الحالة كلها كان ايه، والوضع كان ايه، قرار العملية كان ايه، الظروف اللي حصلت اثناء العملية ايه، القرار اللي خده الدكتور ايه. دي في الحالة الوحيدة اللي ممكن اللجنة تقرر ان كان في اهمال او جهالة او خطأ جسيم، ما دون ذلك مالكش حق في شكوى الدكتور. يا رب تكون المعلومة وصلت وتكون سهلة ولا اتهم بالمحاباة. شكرا.